أهلا بكم أعزائي بدرس جديد. هذا الدرس جدا مهم عندما تريد تطوير مثلا شيء معين بووردبريس الذي فيه إرسال إيميلات، فيه إشعارات الإيميل أو إشعارات البريد الإلكتروني. فكيف يمكنك أن ترى هذه الإشعارات في بيئة التطوير؟ في بيئة التطوير، لأن أحيانا ليس لديك تقنية أو طريقة لرؤية الإشعارات البريد الإلكتروني وأنت تعمل على لوكال هوست، فهذا الفيديو لك كيف تقوم بذلك. فإذا بكل بساطة هنالك موقع اسمه ميل تراب، فاذهبوا إليه. فإذا mailtrap.io، جيد، اذهبوا إليه وقوموا بتسجيل الدخول. طبعا أنا سأقوم بتسجيل الدخول عبر حساب جيميل، وضعته أنا للاختبارات، ها هو. سأسمح له continue أو الاستمرار يعني، وطبعا ها هو. فإذا هذا هو، يمكن أن تكتب أي شيء، طبعا أي شيء، لماذا تريد أن تستخدمه مثلا فقط لرؤيته، ربما تختار developer، وكيف علمت حول كيف علمت عنا أي شيء. نحن نريد فقط sending testing emails، فإذا نحن نريد testing emails والخيار هذا الأول وفينش، جيد. فإذا هذا هو، فإذا الآن يمكن أن نقوم بستارت تيستينج وأصبح لدينا هذه المعلومات. الآن بووردبريس، ما الشيء الذي سنقوم به؟ سنقوم بتسجيل الدخول عبر ووردبريس، جيد، نسجل الدخول عبر ووردبريس وإلى الإضافات، إضافات منصبة. نحن فعلا نريد إضافة جديدة، Add New. الآن يمكن أن نبحث عنها، ها هي الإضافة التي نريد، هذا جيد. فإذا install ثم نقوم بالتفعيل، جيد. سيتم تحويلنا إلى هنا، نقوم الآن بالضبط. طبعا عادة هذه الإضافة إذا أردنا أن نستخدمها في البيئة يعني بالبيئة الموجودة فيها الموقع بشكل فعلي ولايف يعني، فنستخدم واحدة من الأشياء الموجودة هنا. مثلا جيميل يبدو خيار جيد كالبداية، وسيخبرك بالخطوات كيفية الوصل مع أي واحدة من هذه. نحن سنختار Other، جيد، والغرض الآن هو التطوير، جيد، ليس الغرض أن نرسل إيميلات أو كذا، نريد أن نعرف كيف تعمل آلية إرسال بريد إلكتروني. فهنا يطلب منا الهوست، الهوست تأخذه من هنا، مجرد النقر عليه سيقوم بنسخه وأنت تلصق. ستختار هذا وهذه نفسها، والآن اليوزر نيم، اليوزر نيم ها هو، تنقر عليه يتم نسخه، والباسورد تنقر عليها يتم نسخها، ويمكن أن تقوم الآن بإعدادات هنا لا مشكلة، وسيف، وفقط سيف أو يعني الاستمرار. فإذا الآن لا نريد الإشعارات، سكيب وسكيب، لا نريد أن نتصل مع النسخة المدفوعة. الآن سيتحقق إذا كان كل شيء صحيح، إذا كان كل شيء صحيح سيخبرك كل شيء صحيح، والآن كل شيء صحيح. إذا قال لك أن هنالك خطأ، فعد لي الإعدادات التي وضعتها وقم بنسخ ولصق بشكل صحيح. المشكلة تكون أنك نسخت ولصقت بشكل خطأ، وفقط وفينش، جيد. يمكن أيضا أن ترسل تيست إيميل، والآن سنرسل تيست إيميل، فدعوني نرى. فإذا هنا أعتقد من تولز، ربما من هذه الإضافة تولز، وهنا يمكن أن نقوم بسند تيست إيميل. فإذا الآن سأقوم بالسند، ولاحظوا هذا السند لن يأتي لهذا البريد، سيأتي للبريد هذا الذي أنا وصلت به، ها هو. فإذا ها هو التيست إيميل وصل إلى هنا، وها هو. فإذا الآن أي شيء سيحدث، يعني أي بريد سترسله وتستقبله، سيتم عبر هذا الموضوع. أذكركم أعزائي مرة أخرى، هذا الشيء هو فقط للاختبار. طبعا يمكنك أن تصله بووردبريس، يمكنه أن تصله بتطبيقك أي كان تطبيقك، ليس بالضرورة ووردبريس، ما دام لديك طريقة للوصل بنفس هذه الإضافة، كيف أضفنا الحقول، هذا حقول الإيميل، فيمكن أن تصل معها. مرة أخرى هذا للتطوير، حتى تختبر إشعارات البريد الإلكتروني كيف تتم، مثلا عندما يتم تسجيل لمستخدم جديد، عندما يتم حذف مستخدم جديد إلى آخره، هذا كله للتطوير. إذا أردت أن تستخدم هذا لإرسال البريد بشكل حقيقي يعني،
فأعتقد هنالك نسخة مدفوعة لهذا الموضوع، أو يمكنك استخدام أي منصة أخرى مثل جيميل وغيره. فإذا هذا كله لهذا الفيديو، أتمنى أنكم استفدتم، ومع السلامة.